أبنائي طلاب الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن أحد دروس النحو، وهو أسلوب الاختصاص. أسلوب الاختصاص عبارة عن إيه؟ هو أسلوب يذكر فيه الضمير للمتكلم غالبا أو المخاطب أحيانا، يعني بيكون فيه ضمير يا إما للمتكلم أو ضمير للمخاطب، وبعد هذا الضمير بيأتي اسم ظاهر منصوب، بيجي بعد الضمير ده اسم ظاهر منصوب، يسمى هذا الاسم المختص. بيكون وظيفة الاسم ده انه بيفسر الضمير اللي احنا اتكلمنا عنه دوت. يبقى هو اسلوب بيبقى فيه ضمير يا اما للغائب يا اما للمتكلم يا اما للمخاطب، يا اما للمتكلم يا اما للمخاطب، وبعدين بيجي اسم بعده بيفسر معنى الضمير ده. يعني لما نيجي نقول مثلا قولنا نحن العرب متفرقون، نحن ادي الضمير اللي احنا اتكلمنا عنه هو ضمير للمتكلم. الجمله لما نشوفها ونشوف معناها هنلاحظ ان الجمله اساسا هي عباره عن نحن متفرقون، نحن مبتدا ومتفرقون خبر. طب كلمه العرب هنا دي عباره عن ايه ووظيفتها ايه في الجمله؟ نلاحظ ان كلمه العرب هنا جاءت تفسر هذا الضمير. من المقصود بكلمه نحن؟ نحن أقصد بها العرب، أقصد العرب. إذن لفظ أو كلمة العرب هنا جاءت لتفسير هذا الضمير، فهذه الكلمة تسمى مختصا، تسمى مختصا. وهذه الكلمة تعرب مفعول، تعرب مفعولا به لفعل تقديره أخص أو أقصد. إذن ده الفكرة من أسلوب الاختصاص. يبقى هو عبارة عن ضمير، هذا الضمير يأتي بعده اسم منصوب، هذا الاسم يأتي لتفسير هذا الضمير وليس لتكملة معناه أو إتمام معنى الجملة، ولكن فقط للتفسير. هذا الاسم يسمى مختصا ويعرب مفعول به، وهو لفعل محذوف تقديره أخص. تعالوا نشوف مع بعض كده بعض الأمثلة عشان نطبق على الكلام اللي احنا قلناه. لما يجي يقول لي إننا رجال المستقبل نحمل هم الأمة، إننا هنلاحظ الضمير هنا المتصل بإن الناسخة اللي هو الضمير نا بمعنى نحن، يبقى ادي الضمير موجود اهو. هنلاحظ ان بعده جاءت رجال المستقبل، ماذا يقصد باننا نحن اللي هو مين؟ رجال المستقبل. اذا كلمه رجال هنا هي الاسم المختص الذي تحدثنا عنه، وهو مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه لفعل محذوف تقديره اخص او اقصد. فسياق الكلام اننا أقصد رجال المستقبل نحمل هم الأم. كذلك المثال الثاني، إنني المعلمة أعمل بجد. إنني هذا الضمير الياء ضمير المتكلم هنا بمعنى أنا، جاءت كلمة المعلم لتفسره، إنني أقصد المعلم. يبقى كلمة المعلم اسم مختص وهي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة لفعل محذوف تقديره أخص أو أقصد. مثال الثالث، نحن معشر الطلاب مجتهدون. نحن ده الضمير، معشر الطلاب من المقصود بنحن؟ أقصد معشر الطلاب. إذا كلمة معشرة هي الاسم المختص وهي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، وكلمة الطلاب مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر.
مثال الرابع: نحن المصريين كرماء. نحن، من المقصود بنحن؟ أقصد المصريين. إذن كلمة المصريين هي الاسم المختص، وهي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. الاسم المختص زي ما قلنا اللي بيفسر الضمير وبيخصصه، وبيأتي هذا الاسم على ثلاث صور، بيجي بثلاث أشكال. يعني مثلا أول شكل بيجي عليه أن يأتي هذا الاسم محلى بأل، يعني بيأتي معرفا بأل التعريف، مثل: نحن الأطباء نعالج المرضى. نحن، هذا الضمير اللي احنا اتكلمنا عنه، الأطباء هو ده الكلمة اللي فسرت الضمير، وبالتالي هو ده الاسم المختص. نعالج المرضى ده الخبر بتاعه. طيب لما نيجي للاسم المختص بقى اللي هو كلمة الأطباء، هنلاحظ إن هي معرفة بإيه؟ بالألف واللام. إذا ده أول شكل من أشكال. الشكل الثاني إنه يأتي معرفًا بالإضافة أو مضافًا إلى معرفة، مثل: نحن أطباء المستشفى نعالج المرضى. نحن، أقصد أو أخص أطباء المستشفى. إذا كلمة أطباء ده الاسم المختص. هنلاحظ إن اللي جاي بعده هنا مضاف إليه كلمة المستشفى. إذا هذا النوع هو مضاف إلى معرفة، مضاف إلى معرفة. الشكل الثالث أن يأتي الاسم المختص إحدى الكلمتين، إما أيها أو أيتها، أيها للمذكر وأيتها للمؤنث، فنقول: أنت أيها الشاب درع الوطن. أنت تقصد مين؟ أقصد أيها الشاب. إذن أيها هو الاسم المختص. أنت أيتها الأم، مصنع الرجال. أنت أقصد أيتها الأم، يبقى أيتها هنا جاءت اسما مختصا. طيب في الحالة دي كيف نعرف كلمة أيها أو أيتها، وما إعراب الاسم الذي يأتي بعدها؟ إذا جاء المخصوص في صورة أيها أو أيتها، فهذه الكلمة أيها أو أيتها تعرب مفعولا به مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص. نقولها تاني: تعرب مفعولا به مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص. إذا هذه الكلمة دائما مبنية على الضم، فهي مفعول به مبني على الضم في محل نصب. طيب الاسم الذي يأتي بعد كلمة أيها أو أيتها يعرب إما صفة مرفوعة، نعتا مرفوعا، أو بدلا مرفوعا. نقولها تاني: يعرب إما صفة مرفوعة أو بدلا مرفوعا. فإذا كانت الكلمة مشتقة يعرب نعتا مرفوعا، وإذا كانت الكلمة جامدة أي لا يأتي منها أفعال ولا تشتق، فيعرب ما بعدها بدلا مرفوعا. أرجو أن نكون قد استفدنا، وأراكم في مرات قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.